مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومكملين فقرتنا الإخبارية الأولى. وخلينا نقول إن السنة دي بقى كان في احتفال بيوم السلام في بيوم السلام العالمي في الإسماعيلية، وكان هدفه هنا وضع أكبر علامة كرقم جديد بيتم على موسوعة جينيس، ده لتسجيله طبعا اللسان في ذلك الربان اللي احنا عرضناه الجميل ولاء حافظ اللي اتكلمنا عنه امبارح، واللي قلنا إن هو تعرض لحادث أصابه بشلل لم يمنعه بس من مواصلة هنا حلم. خلينا نروح نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. هذه المبادرة من شباب مصر بنطلق من خلالها كمان مع اتحاد الغوص والإنقاذ المصري ووزارة الشباب والرياضة وأيضا كل الهيئات المتفاعلة يوم آخر لعمل رقم قياسي كبير للكابتن ولاء حافظ. وكابتن ولاء هو أصيب في حادث سير بشلل رباعي، لكن هو إن شاء الله هيعمل ريكورد جديد في شرم الشيخ بالغوص تحت المية أكثر من 150 ساعة. روح الشباب المصري مندمجة مع يعني رؤى مصر المتكاملة الحديثة البناءة، قيادتها السياسية، حكومتها، إن إحنا دايما بلد سلام وبنبث السلام من مصر إلى العالم. هي مصر فعليا دولة سلام. نبص كده، هل احنا عمرنا يعني تطلعنا لثروات حد ولا عمرنا اعتدينا على حد؟ مش هنلاقي، دايما بندور على حقوقنا بس. فاحنا دوله سلام، بنقدم النهارده كلمه سلام عشان نثبت ان احنا فعلا دوله سلام. الابطال اللي بيعملوا الحاجات الخارقه دي، الابطال ذو القدرات الخاصه، انا بقول لهم ان هم اصحاب قدرات خارقه مش اصحاب خاصه، قدرات خاصه. فانا بشكرهم، اتمنى لهم التوفيق بقى في شرم الشيخ ان شاء الله. وزاره الشباب والرياضه مع اتحاد الغوص العالمي قرروا ان هم اتحاد الغوص المصري قرروا ان هم يرسلوا رساله للعالم كله من مدينه اسماعيليه. الرساله طبعا تخص السلام في العالم كله. بنقول ان مصر ايدها ممدوده للعالم بالكامل بالسلام. قررنا ان هنعمل علامه البيس، لازم نبعتها من مصر يوم السلام العالمي عشان نقول للعالم كله ان احنا بلد سلام. ان شاء الله احنا هنعمل غطستين في شرم الشيخ، اطول مده بقاء رجال واطول مده بقاء سيدات في شرم الشيخ ان شاء الله، من 1 اكتوبر ل 6 اكتوبر.